السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على إيكامبي، يعني إيكامبي اسم معروف، اسم اللي غادي ما يتمحاش إلا عند الراضيين برك اللي بغاونا ننساو إقصاء. ما هو إقصاء؟ إقصاء يعني كأس العالم، يعني هذا ما قاله إيكامبي عن ودفاعه عن عوار بعدما تعرض للعنصرية في فرنسا. كاميروني مع جزائري، دافع على جزائري عالية في حوار مع المجلة الفرنسية الشهيرة فوت. النجم الكاميروني إيكامبي الذي أقصى الجزائر في البليدة، ويندفع عن زميله السابق في الفريق حسام عوار بعد الأحداث التي وقعت مع الجماهير في ملعب ليون، وين أجرى إيكامبي مقابلة على ساو فوت، حيث ندد بالكراهية الأجانب والعنصرية من طرف مشجعي نادي أولمبيك ليون، وتكلم اللاعب البالغ من العمر 30 عام مع هؤلاء المشجعين الذين دائما ما يستهدفون لعاب يعني يعني وين كلهم يستهدفون لعاب يعني تراوي وحسام عوار. وكان اللعاب خط وسط ليون حسام عوار قد تعرض لصفارات استهجان خلال مباراة ضد أبسي نونت على الملعب يعني يوم 17 مارس بعد إعلانه عن اختيار اللعب مع المنتخب الجزائري، وأثارت صفارات جدال. لكن إيكامبي سارع في الدفاع عن زميله السابق بالقول إنه من غير المقبول إطلاق صفارات على اللعب بسبب اختياره لجنسيته. وقال إيكامبي: حسام عوار لعاب موهوب يتدرب في النادي وهو يستحق الاحترام جميع الجماهير، صفارات وهتافات معادية والتي وجهها له بعض عن المناصر الأنصار غير مقبولة ويجب عدم التسامح معها. يمثل لاعبو كرة القدم بلدانه على أراضي الملعب، لكنهم قبل كل شيء ينتمون إلى مجتمع كرة القدم وهو مجتمع دولي. شو كيفاش؟ شوبير آدم والناس تبليسة، عندك الحق مي قلت لهذيك الجماعة أنتم جبان، أنتم فيكم الجنابة كي تتكلموا على لعابي تبليسة. والله لا صح خويا، والله ما غلط أنا هذو الناس من نهار اللي خرجوا هذو، والله العظيم من نهار الجنابة هذو ما همش ملاح في قلوبهم شي ملاح، يعني يهدر معاك بصح النية ما كاش في قلبه، اللي شغل يكذب عليك يحوس كل شغل يديلك دراهمك من جيبك، علاه تكذب؟ كذابين ناس كذابين من نهار اللي خرجوا، يعني جنابه زرعوها في المنتخب الوطني، ولا المنتخب الوطني مستوى نيجر ولينا نربحوا فيها بالكشاي، ومازال راني نقول لكم ونعاودوا نجيبوا البرازيل نعطوها لهذا المدرب، والله العظيم يا الظلمه غادي تشوفوا. انا نقول لكم من ضروك غادي نعطيها لكم، خاطش على هذا المدرب كو خدم كو بغى يخدم هذا عوار خور، واحنا لعبنا به كوب دي موند، أمينغويريكو لعبنا به كوب دي موند، أيت نوريكو لعبنا به كوب دي موند، هذه نعطيها، شعيبي 19 عام كلعبنا به كوب دي موند، كون في الصيف ميبان كون جابه الصيف هذا اللي فات قدام كوب دي موند يجيبه ويلعب به كوب دي موند، لكن للأسف طحنا مع مدرب يعني ضعيف. مدرب ضعيف تكتيك، مو كانت عنده منتخب لعب به خطه ولا زوج قاعد يدور بهم حتى طاح الفاس على الراس. يعني ولو كان مشي المباراه، نزيدكم ونعاود لكم دخلنا في هذا الموضوع، لو كان مشي المباراه تاع السويد يدير كيما دار الاولى، ما كانش باغي يعيط شعيبي ومحر وعوار وايت النوري هذو، ما بغاش يعيط لهم النهار الاول، هذو في نوفو ما بغاش يعيط لهم. وين كمال مهدي باش شفتوه من هدر على عوار خرج ذاك المكلف بالاعلام يكذب، بصح خرجت لهم فرونس 24 الفرنسيه سكتوا، كاش الرد؟ الناس سكتت، الرد ما كاش. هذه هي خويا،
الناس هذو اللي عرفت تشوف ايكابي وين يدافع يعني على حسام عوار صديقي السابق في الفريق، يعني وين ايكابي راح خرج من ليون وين دافع عليه سبحان الله. عرفت شوف كيفاش نسيطر صاحبي. بقالكم صالح بي عبود برك راه يهدر، هذا اللي بقالكم، بقالكم صالح بي عبود برك راه يهدر، هذا مكان جو وحده اخرى مكاش. انت هي كيفاش الناس هي تهدر يعني والله اللي عجب. ايش هو سبحان الله شوفوا احنا ولي. يخدموا الرجال يخدم وانتوما يعني اقعدوا عايشين في 2019. انا بقيت مخلوع واحد النهار اللي جابوا مصطفى معزوزي باش شفتوها، خرج مصطفى معزوزي من مؤامرة مؤامرة في تربع مؤامرة تاعك تايا تخرس انت انت الهضره اللي هضرتها. قلت لهم انا ما نجمش نحشم باش نقول صحافي، حتى الصحافه والاعلام والقنوات ما بغاوش يوقفوا معاك ديك الدوره راك ديرها من العام لعام. هذا ما كان احنا على بالنا شي كاين صح، على بالنا شي كاين ودي على بالنا. انت بغيتي تلعب انت ديسو كابيتال عندي انا لي خلق باش تلعب ديسو كابيتال عندي. سالتي طير الناس تلعب كرة في الميدان ماشي كرة في كيسموها وين يا ربي في كيسموها يا ربي الكره اللي تلعبوها نتوما امام في البلاطوات تاع تاع في الندوات الصحفيه. ولا مخلي المدرب ولا مخلي روحو مدرب ولا ناس يروحوا ولا يتبع لك يتبع لك تايا في اخرى كيسموها يتبع لك تايا في الصحافه باش تهدر يعني يخدم خدم الناس كرهتها هذيك الشعبويه تاعكم هذيك صايكه الشعبويه هذه تو اي مكاش هذه الشعبويه الشعبويه اللي تو وتفريقه تاع الشعب عيب عليكم وحرام عليكم اصاحبي. انا نقول لكم عيب عليكم وحرام عليكم يصبرني يعني غادي خاطر ما تبقاش تمشي كيما هكا ما تبقاش تمشي كيما هكا ما تمشيش كيما هكا على بالكم. جيت يعني نبدا نبدا هي في بغي هو غير الصحافة ما شتو والو، شا شافو الصحافة شافو يشوفو الصحافة يشوفو الأهداف شوفو اللعب الجميلة الصحافة تشوف اللعب جميل الصحافة بيشوفو تا يبقاو قولي معاكم نتوما الصحافة ما شافوش غادي أنا روح تما خدمة أخدمو أخد كي تخدم سهلة الناس بروحها تستعرف ولا خلي ليها رقاد وتجي من بعد دير الشعبويه مي تجي رايح دير الشعبويه تجي رايح صايك الناس كرهتها صاحبي بقاو غير كيما هكا يسو كابيتان تاول يا الله. بزتو تعسو في الكاميرا بزتو تعسو في النيجر والبنين اللجنة اللجنة جات هنا شوف اللجنة هنا شاطاتك تاعي البيرو اللي خلاوه هنايا شتاو سقتو على البيرو اللي وصل هادي هي اللجنة اللجنة سقتي على البيرو اللي وصل لا وصل لا ما وصلش تقصيني انت تبع تبع في البنين والنيجر ونيجيريا تبع في المغرب تبع في غينيا في زومبيا يا حي واحد بعدا لا ناس يعطاوك شا دارو شا مداروش هادي هي اشتي حاجة بعيدة عليك اي بعيد عليك تايا تبع حاجة نتا اللجنة جات عندك ما قلتولناش كاين
اللجنة جات عندك ما قلتونا شي كاين. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم يعني بجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي.